هلو، يلا تعالوا هنبدأ مع بيشو. استاذة لوريس وصلت، استاذة لولو، لوريس متى، هاي حبيبتي، بيشو ولولو. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل عندنا بقى احنا النهاردة تو ايفنتس باك تو باك. اول واحدة تريبيوت بتاعت استاذ محمد الصغير، وبعدها الريد كارفت الفيلم الساعة 6:30، فهنبقى الاثنين دول بنفس اللوك. هنطلع دلوقتي كل الفساتين، واستاذة جهاد عبد الله الستايلست هتختار لي معانا. بقول لكم على ميموري لذيذة قوي. المرة الأولانية لما رحت لمحمد الصغير، هو صديق لأبويا كان من زمان، كنت عايزة أقص شعري وأعمل حاجة جديدة يعني. فبابي أخدني لمحمد الصغير في فرع المهندسين، فقال لي عايزة تعملي إيه؟ قلت له مش عارفة، عايزة أقص شعري. فهو كان عنده كرسي كده بيقعد عليه عالي متحرك بيفضل يلف في المكان، فقال لي طب تعالي هاتوا لك الكرسي التاني اقعدي جنبي. فكل شويه يجي يعمل لي كده يمسك راسي وما بيقصش، يجي يتفرج. والله يا لولو بحيات ربنا كنت 16 17 سنه، هو بيعمل ايه يعني عشان يقص لي شعري؟ هو بيعمل ايه؟ وانت انت بتعمل ايه؟ قال لي بصي، في وشوش معينه بيليق عليها كاتس معينه حسب انت وشك مربع مدور، وبعدين السكال من ورا فيها بومبي ولا فلات ولا فيها تهريجات عامله ازاي. فبعد ساعتين عمل لي بوب كات. الكلام ده ما كانش في حد في مصر ولا في اوروبا عمل البوب كات اساسا، اللي هو اقصر من شعرك كده. شعري كان جرسون خالص كله، ودول بوب كات بس فيري 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 شورت بوب كات. كانت يعني وقتها اللي هو ايه ده، مفيش، وشعري كان طويل كده قد كده. هو كان بيحب شغله، ولما يعوز يعمل حاجه بيعملها من قلبه، مش يلا نقص اي حاجه على اي حد ما تلاقيش، لا 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 لا. عشان كده هو اسطوره في شغله، وبيحب كان شغله جدا جدا، وعمل الامباير دي. والنهارده بعد كام سنه في مهرجان الجونه، يمكن السنه دي هو مش معانا، بس هو معانا بكل الكرو، وبمصطفى وبمها وبكل الناس اللي بنحبه، هو لسه موجود معانا.